عندنا يونت 8 اللي الوحده الثامنه، عندنا جي بي اس ريسيفرز، هاي المستلمات، هذا المستلمات للجي بي اس. راح نشوف شنو موضوع الجي بي اس. الجي بي اس جاي من شنو؟ جلوبال بوزيشننج سيستم، نظام التحديد العالمي، نظام التحديد العالمي. هذا اللي يصير الجي بي اس، معروف عندنا احنا الجي بي اس شلون، هذا اللي يحدد لك المكان اللي انت بيه او في اي مكان يصير. طيب يقول لي what do you know about the GPS receivers، هاي المستلمات، الأجهزة مال الجي بي اس. which of these articles will give you information about them، يقول اي من هذه المقالات will give you، سوف تعطيكم information، معلومات about them، حولها. read this article and do exercise A and B in activity book، اقرأ هذه المقالة وقم بحل تمارين A و B في كتاب النشاط. هنا يقول الموضوع GPS helps rescuers find hiker، يقول هاي أنظمة الجي بي اس helps، ساعدت الإنقاذ هذول المنقذين، ساعد هذول المنقذين find في إيجاد hiker، هذا الماشي hiker، هذا الماشي لمسافات، هذا hiking، مر عليكم كلمة hiking، المشي لمسافات طويلة، hiker هذا ماشي شخص جوال يمشي لفترة طويلة وضايع هنا ظاهر تايه، وهذول rescuers شلون من خلال هذا الجهاز قدروا يجون ويلقوا. طيب هنا يقول لي an injured hiker was rescued in the Scottish Highlands yesterday، يقول جوال، هذا جوال شخص ماشي لفترة طويلة injured، كان مصاب، يعني جوال مصاب، was rescued، تم انقاذه in the Scottish Highlands في المرتفعات الاسكتلندية yesterday البارحة. rescuers دول المنقذين find Paul DuPont، find وجدوا هذا Paul DuPont a hiker، جوال ماشي هذا رحالة from France، اللي من فرنسا، thanks to his GPS receiver، والفضل يعود الى شنو، هذا جهاز المستلم، الجهاز الجي بي اس اللي كان معه. طيب Paul was hiking، Paul كان hiking، يتجول، يطالع، يمشي لفترة مسافة طويلة، in the hills، في التلال، near Aviemore، هاي منطقة Aviemore، بالقرب من هاي المنطقة، when there was an unexpected snowstorm، عندما يعني كان هناك unexpected سنو ستورم، عندما كانت هناك زوبعة عاصفة ثلجية، عاصفة جليدية كانت، شنو، unexpected، غير متوقعة. he decided to، هو قرر، to turn back هو قرر أن يعود، because he knew، لأنه علم، that it could be dangerous، أن الأمر سيكون خطرا، to be out، في أن تكون في الخارج، to be out in this area، في هذه المنطقة، alone، وحيدا، in bad weather، في الطقس السيء، even in the autumn، حتى ولو كان هذا الأمر in the autumn، في الخريف. فهو ايش يعني يقول the snow began to fall faster and thicker، قال said Paul قال the snow، الجليد began، بدأ شنو، to fall، the snow، الجليد الثلج، بده شنو، بده فول، بده يسقط فاستر، اسرع، ان ثيكر، اسرع وادخن، اسمك، بده يسقط، بده الثلج يتساقط بشكل سريع وبشكل اسمك، سميك، سيد بول، and I couldn't see very، العفو، I couldn't see، وانا لم استطع ان ارى very far ahead، لم استطع ان ارى يعني المسافة اللي قدامي، مدى الرؤية مدى أشوف فار بعيدا أهيد أمامي مدى أشوفه هواية. Paul continued walking، يقول Paul استمر في المشي. Unexperienced hiker، he was not very worried، يقول الهايكر هذا الماشي هذا الرحالة الغير متمرس، الغير متدرب، اللي ما عنده خبرة، he was not very worried، لم يكن قلقا جدا. then بعد ذلك أو ثم suddenly فجأة، he
he lost his footing. هنا lost his footing يعني شنو؟ فقد تم فقد آثاره، تم فقد أثره. زين the next minute الدقيقة التالية he was sliding down a long hill، كان يتزحلق إلى الأسفل. a long hill على تل، تل طويل. and gathering speed و يعني السرعة مالته كانت gathering speed then sliding down a long hill and gathering speed والسرعة مالته تزايدت، السرعة مالته في التزحلق sliding down في كانت شنو كانت تزداد. طيب a rock eventually broke his fall، فجأة a rock eventually أخيرا a rock صخرة broke يعني كسرت أو أذت أو صدمت his fall للسقوط مالته. أكو صخرة وين؟ أكو صخرة إنه بضربته. Paul tried to stand up. ناد تلاحظون أعزائي. Paul tried to stand up، حاول أن يقف. I screamed in pain، لقد صرخت بألم. He said، هو قال. And fell down again، ووقعت مرة أخرى. I knew I had broken my leg. يقول علمت أن يعني أن ساقي قد كسرت. Fortunately لحسن الحظ Paul had a mobile phone، حسن الحظ Paul كان عنده هاتف نقال in his pocket في جيبه. And he called the police، واتصل بالشرطة. He told them he was hurt، أخبرهم أنه قد أصيب. And unable to walk، وأنه لا يستطيع المشي. But I didn't know where I was، ولكنني لم أكن أعلم أين أنا، يعني أني وين موجود. It had become very cold، والطقس أصبح باردا جدا. He said، هو قال. And I was afraid، وكنت خائفا. I was going to die، أنني على وشك أن أموت. However، مع ذلك Paul remembered that he had، يقول مع ذلك Paul remember تذكر that he had، أنه يمتلك the GPS receiver، جهاز هذا ال GPS، الجهاز التحديد المواقع العالمي. In his rucksack، في الكيس اللي موجود، يعني اللي شايله هاي الروكساك، هاي اللي موجود هنا اللي شايله هذا الجعبة، خلينا نقول اللي شايلها. He used it to find، هو استخدمه للتعود عليه من على الجي بي اس سيفر. He used it to find where he was، اين هو يكون on the map على الخريطة. And was able، وكان قادرا to tell the police، على اخبار الشرطة يعني بمكانه. 20 minutes later، بعد 20 دقيقة مضت. A mountain rescue helicopter، هاي a mountain rescue helicopter، هاي طوافة، الطوافة helicopter، هاي طوافة طيارة helicopter الانقاذ اللي مخصصة للجبال. arrived وصلت to take him to hospital، وصلت لأخذه إلى المستشفى. I'm very lucky، إنني محظوظ جدا. He told reporters، هو أخبر ذولا شان نقول reporters ذولا اللي يكتبون التقارير، اللي هم الصحفيين خلينا نقول اللي يكتبون عنه. I'm alive، إنني على قيد الحياة. Thanks to my GPS receiver، والفضل يعود إلى هذا الجهاز المستلم مالي، إيش مال الجي بي إس، جهاز تحديد المواقع. طيب will you read this text، اقرا هذا النص. and find out، واكتشف how GPS receiver works، كيف يعمل هذا الريسيفر، جهاز المستلم مال الجي بي اس، جهاز تحديد المواقع. then do exercise C and D in the activity book، ثم قم بحل تمارين C و D بالكتاب النشاط. زين how a GPS receiver works، كيف جهاز هذا المستلم، الجهاز الريسيفر يعمل، كيف يعمل. يقول نبدي منه، يقول most people، أغلب الناس know it it's possible to buy a car with a global positioning system. يقول أغلب الناس يعلمون it's possible، أنه من الممكن to buy شراء
a car, شراء سيارة that you know that نظام GPS global positions positioning system. طيب what many people do do not know يقول what many people do not know يقول ما الذي لا يعلمه أغلب الناس is that you can also أنك أنت أيضا يعني تستطيع get a handheld GPS receiver أنك أنت تستطيع هذا ال handheld أنت تخليه بإيدك يعني handheld تمسكه بإيدك يعني مو بس بالسيارة handheld GPS receiver. طيب هنا يقول لي fishermen use them fishermen الصيادون السمك use them يستخدمونه to find where they are in the ocean لمعرفة أين هم يكونون بالضبط يستخدمون شنو حتى هم وين يصيرون in the ocean and many people والكثير من الناس who do outdoor sports الذين يقومون برياضات يعني خارجية رياضات يعني مو داخل الصالات خارج الصالات such as hiking مثل المشي لمسافات طويلة use them يستخدمونها to avoid getting lost لتجنب تجنب الضياع getting lost تجنب يعني شلون يتيهون أو يضيعون. طيب يقول لي how do GPS receivers work يقول كيف أجهزة هايرس الرسيفرات مال الجي بي اس كيف تعمل they are connected to the network of satellites يقول هي مربوطة connected مربوط مكنكة بدل ما نقول تعبيرنا مكنك يعني مربوط متصل بشنو the network بشبكة الانترنت شبكة الاتصالات network مال ايش مال satellites مال الأقمار الصناعية. When you turn your GPS receiver on يقول turn عندنا هذا القديم هذا أخذته العام turn on يشغل when you turn عندما تقومون بتشغيل جهاز هذا الريسيفر مال GPS it looks for at least four of GPS satellites يقول شو يسوي هذا الجهاز it يعود على الريسيفر يقول it looks for هو يقوم بالبحث عن at least على الأقل four of GPS satellites يقول يقوم بالبحث عن على الأقل بالبحث عن أربعة أقمار صناعية مال GPS مال تحديد المواقع. Radio signals are sent from the satellites to the receiver يقول radio signals هاي إشارات راديوية are sent يتم إرسالها from the satellites من الأقمار الصناعية to the receiver إلى الجهاز. طيب نصعد شوية انتهينا من هذه يقول لي هنا the receiver measures يقول الريسيفر الجهاز شو يسوي the receiver measures الريسيفر الجهاز measures يقيس the time يقيس الوقت it takes اللي يستغرق for the signals للإشارة to reach it يقوم بقياس the time الوقت it takes اللي يستغرق for the signals للإشارة to reach it لكي يصله with this information مع باستخدام هذه information المعلومات the receiver is able الريسيفر هذا الجهاز is able يكون قادرا to measure على قياس how far على طول المسافة it's from من الساتلايتس من الأقمار الصناعية. طيب once the receiver حالما الريسيفر knows its distance حالما الريسيفر يعرف يعني its distance بالمسافة from the satellites من الأقمار الصناعية it's able to find يكون قادرا على إيجاد its position على إيجاد موقعه على إيجاد الموقع on earth على الأرض when its position has عندما الموقع مالته يكون شبيه has been calculated عندما الموقع يتم حسابه it's matched يتم it matched on the map يتم مزجه أو ربطه وين يعني مزجه بوين on a map of receiver على خريطة يعني يتطابق هنا الماتش معنى يتطابق هنا أشوف هنا شلون يتطابق وين it is matched يتم مطابقته to the map العفو to a map على الخريطة map مال الريسيفر has اللي موجودة بالريسيفر بالجهاز in its memory في ذاكرته لأن هو بذاكر هذا الجهاز الجي بي اس then you can look at the map ثم أنتم يمكنكم رؤية النظر إلى look at the map على الخريطة and see exactly وترون بالضبط where you are أين أنتم موجودون جي بي اس receivers
are expensive. يقول أجهزة الجي بي اس تحديد المواقع are expensive تكون غالية، هي غالية. But many people، ولكن الكثير من الناس who are outdoors اللي يعملون في الخارج، يعملون في الخارج a lot، يعملون في الخارج بكثرة، يعني بكثرة think they are worth the money، يعلمون أو يعتقدون إن they، ترجع طبعا على الريسيفرز، على الريسيفرز على الأجهزة، يعتقدون إنه هذه الأجهزة are worth، تستحق the money، تستحق المال، تستحق الفلوس اللي تندفع بيها، لأنه شنو، لأنه يعني تنطيهم هواي منافع مثل تحديد الموقع. لاحظوا أعزائي وين بالضبط هذول، هاي حكي اللي إحنا حكيناه هسه، يعني مثلا يتصل اتصاله وين هذا الجهاز، اتصاله بالساتلايت، بالساتلايت القمر الصناعي، ويبدي شنو هذا القمر الصناعي رأسا يعني يتصل بيه ويحدد له الموقع بالضبط وينطيك عاد الخريطة أنت وين موجود. يقول لي would you find would you find a GPS receiver useful، هل would you هل يعني تجد، هل تجد أن هذا جهاز الريسيفر مال الجي بي اس، جهاز الجي بي اس مفيد، هل تعرف أنه useful مفيد. think of people other than those in the text who might use GPS receivers، يقول فكر ب people other than those اللي هم غير هؤلاء، فكر بالناس اللي هم ما عدا هؤلاء الناس اللي بالناس الذين يعتقدون بالعفو اللي يستخدمون أجهزة هاي الجي بي اس، فكر بيهم من غيرهم، هذول الناس اللي يستخدمون هذه الأجهزة. Lesson 1 and lesson 1 answer these questions about the newspaper article on student book page 86. أجب على هذه الأسئلة اللي تتعلق بالصحيفة، المقالة اللي وردت بالصحيفة، مقالة الصحيفة اللي وردت بكتاب الطالب صفحة 86. Number 1 يقول لي what word shows، ما هي الكلمة اللي تبين that Paul and Paul did not think، لم يكن يعتقد it would snow، أنها من الممكن يعني التعود على الطقس، أنها يعني السماء لن تثلج، فنختار كلمة unexpected غير متوقع، لأن الطقس غير متوقع منه أن يثلج. طيب why did he not، why did he not، لماذا هو لم، did not think، لماذا هو لم يعتقد it would snow، أنها لم يعني لماذا هو لم يعتقد أنها من الممكن أن تثلج. because it was autumn، لأن الطقس كان شنو، autumn، الجو كان بالفصل كان خريف، not winter، وليس شتاء. How do you know، كيف أنت تعرف that he had done، أنه قام ب a lot of hiking، قام بالمشي اللي مسافة طويلة. He was experienced. كيف تعرف أنه قام بالكثير من المشي، لأنه شنو، he was experienced، وكان مدرب وذو خبرة وذو تجربة. طيب find phrases that mean the following، جد العبارات اللي تعني التالي. He slipped and fell، هو تزحلق ووقع، هو تزحلق ووقع. راح نقول lost his footing، فقد أثره، فقد آثاره، فقد آثار أقدامه. طيب going faster، يسير بشكل أسرع. gathering speed، السرعة، سرعة متجمعة أو سرعة متجمعة مع بعضها، سرعة متزايدة. stopped his slide، أوقف يعني زلاجته. slide هنا تجي، أوقف تزحلقه. stopped his slide، broke his fall، كسر شنو، his fall، كسر سقوطه. طيب which do you think was more useful to Paul، يقول هاي طبعا السؤال لكم أعزائي، which do you think، أي من يعني أي من الأمرين تعتقد was more useful، أنه أكثر فائدة to Paul، his mobile phone، تليفونه، mobile phone، هاتفه النقال، or his GPS receiver، أم جهاز هذا GPS، جهاز ال global positioning system، هذا نظام، جهاز نظام التحديد العالمي، يا واي ولماذا، يا تعتقد موبايل كان احسن له، هو نظام التحديد هذا الجي بي اس، هذا اعزائي عليكم يا انت اللي راح تجاوبوا. زين يقول the day after his accident، اليوم اللي تلا، اليوم اللي كان بعد الحادث مالته، a reporter، صحفي، asked Paul، سأل Paul about
how he felt, حول كيفية شعوري، كيف هو يشعر. Look at the reporter's notes، انظر إلى الملاحظات اللي كتبها الريبورتر الصحفي أو الشخص المخبر اللي إجا، يعني ياخذ من عنده تقرير أو كلام حول اللي صار وياه. Write four sentences، اكتب أربع جمل. Reporting that Paul said، تقرر أو تبين ما بول قاله. زين، هذا شو اسمه الكلام المنقول، reported speech. طبعا هنا لجن بلاستر كاست، كانت رجله بهاي الجبس، هاي الجبيره، هاي الجبس، هاي بلاستر كاست يعني مجبسه. but feels fine، لكن يشعر بانه يعني على ما يرام. thinks mountain rescue team، هو يعني اعتقد انه هذا فريق الانقاذ بالجبال. were fantastic، كانوا رائعين ممتازين. can't wait to go home، لا يستطيع ان ينتظر، لا يطيق صبرا لكي يصل go home، يذهب الى البيت. may come back to Scotland، يمكن ان يعود Scotland but in spring، ولكن في الربيع. هاي طبعا هنا نخليها، ممكن اعزائي هاي نحذف اللي هي، انا حذفت لكم اياها. ممكن Paul said، Paul قال his leg was in plaster cast، ان ساقه كانت في هاي الجبيره، هاي الجبس، جبيره الجبس مجبسة. and felt much better، وهو يشعر انه much better، افضل بكثير. he said لحظة أعزائي، بس عندنا هنا خطأ نعدله بعد تعديل الخطأ أعزائي، لأن على مودكم شوية سرعة على مود الامتحانات. he said إنها عندنا he said he thought، هو قال أنه هو اعتقد. the mountain rescue team، هو اعتقد أنه فريق الإنقاذ اللي المختص يعني متعلق بالجبال، فريق الإنقاذ اللي بالجبال. were fantastic، كانوا رائعين ممتازين ينقذوه. he said he couldn't wait to go home، هو قال أنه لا يستطيع الانتظار حتى يعني go اللي كي يذهب للبيت، بس يريد يروح البيت. he said he might come back، هو قال أنه من الممكن ربما come back، يعود to Scotland، ولكن يمكن يعود لسكوتلاند but in the spring، ولكن في الربيع. C يقول لي answer these questions about the article on student book page 87، أجب عن هذه الأسئلة اللي تعلق بالمقالة اللي بكتاب الطالب صفحة 87. who uses handheld GPS receivers، من يستخدم هاي أجهزة الريسيفر اللي محمولة باليد؟ من هم الفيشرمان، صيادين الأسماك، and people who do outdoor sports، يقول الصيادين والناس اللي يقومون بالرياضات الخارجية، رياضات الأوتدور، رياضات اللي تكون خارج القاعات مثلا، أو يعني الرياضات الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة، تسلق الجبال مثلا، رياضات اللي تكون عادة بالطبيعة، outdoors، في الهواء الطلق. طيب، what sends radio signals to GPS receiver، ما الذي يعني يرسل اشارات راديويه الى الجي بي اس ريسيفر، شنو اللي يرسل؟ ساتلايتس، الاقمار الصناعيه ترسل. زين، what does GPS receiver have in its memory، ماذا الجهاز الجي بي اس يمتلك في ذاكرته؟ ايش يمتلك في ذاكرته؟ مابس، خرائط يمتلك. تمام، أنا rewrite these active sentences in the passive، يقول أعد كتابة هذه الجمل، أعد كتابة هذه الجمل اللي هي بالأكتف بالمبني للمعلوم in the passive، in the passive، حولها للمبني للمجهول. هنا شو راح نقول؟ يعني من المبني للمعلوم راح نحولها للمبني المجهول. هنا عندنا number one، يقول لي people sell a lot of mobile phones to teenagers، يقول الناس يبيعون الكثير من الهواتف النقالة إلى المراهقين، teenagers. ايش راح نقول؟ a lot of mobile phones، الكثير من الهواتف النقالة are sold، يتم بيعها to teenagers. تحولت هاي من الاكتف، هاي من الاكتف تحولت شنو؟ للباسيف. طيب، somebody wrote this song in 2001، يقول احد شخص ما كتب هذه الاغنيه في سنه 2001. راح نقول this song، هنا this song اعزائي، this song، كملوا وياكم اعزائي. يقول شخص ما كتب هذه الاغنيه في سنه 2001، راح نقول this song was written، هنا ماضي، وهنا song
السونج مفرد خلينا واز، وهنا تصريف ثالث للفعل in 2000. هذه الأغنية كانت مكتوبة، تم كتابتها وين؟ في سنة 2001. طيب rescuers have found the missing boy، المنقذون هذول رجال انقاذ، قد وجدوا have found هنا present perfect مضارع تام، وجدوا الولد المفقود الولد الضائع. ايش راح نقول؟ the missing boy. راح نقول خلي هذا من حذفنا الفاعل، خلي the missing boy الولد المفقود، has been خلي has been من عندنا found، has been found by rescuers الولد المفقود الولد الضائع، has been قد تم ايجاده من قبل by rescuers. اوكي زين. people are using satellites، الناس يستخدمون الاقمار الصناعيه to take pictures لاخذ صور of the earth لاخذ صور لكوكب الارض. راح نقول satellites are being used، الاقمار الصناعيه are being used يتم استخدامها to take pictures لاخذ صور of the earth لكوكب الارض. طيب عندنا هاي اخر شيء، يقول لي the headmaster will present the cup to the winner of the tennis final in this evening. هنا ايش يقول لي اعزائي؟ يقول لي the headmaster مدير المدرسة will present سوف يقدم the cup، سوف يقدم الكاس، يعطي الكاس to the winner للفائز في الفاينل النهائي مال مباراة التنس this evening هذا المساء. ايش راح نقول هسه اعزائي؟ حكايتنا وين؟ احنا حكايتنا على الكاب، كاب على الكاب، الكاب لانه هو المفعول به. من هو الكاب؟ راح نقول ذا كاب الكاس will be presented سوف يتم تقديمه، سوف يكون مقدما، سوف يتم تقديمه to the winner الى الفائز of the tennis final في المباراة كرة يعني النهائي مال التنس باي طبعا نقدر نحن بالاخير نقول باي هنا تجي من قبل منو؟ نخلي الفاعل بالاخير ممكن باي the headmaster this evening. وهنا ضرب، لاحظوا اعزائي شوف هنا هنا فاعل وهنا هنا هنا فعل، هنا سوف هاي تعبر عن المستقبل present مجرد the cup هنا مفعول به to the winner and to the winner of the طبعا هنا كلها تكملة this evening تكملة الجملة this evening هنا ظرف زمان. لتلاحظون اعزائي هنا احنا سوينا حذفنا الفاعل او هنا يعني خلينا غير شيء، احنا ما نقدر يعني احنا نقدر لهنا ما نكمل، ممكن يعني تقدر هنا تمسح لي الفاعل، تقدر تخلي باي يعني راح اقول the cup الكاس will be سوف يتم تقديمه هذا الفائز في الفاينل في نهاية التنس باي من قبل شنو the headmaster من قبل المدير this evening هذا المساء. تلاحظون اعزائي imagine your friend is going hiking، تخيل ان صديقك يذهب لرياضة هاي الركوب العفو رياضة المشي المشي الطويل الهايكينج use these notes استخدم هذه الملاحظات to give him good advice ليعطاه نصيحة جيدة أو نصيحة طيبة أو نصيحة حسنة use استخدم ought to يجب أن should أيضا يجب و could يمكن زين example مثال bring food and water مثلا لما تقول bring food and water اجلب الغذاء والماء جلب أو يجلب الغذاء والماء أقول you should bring food and water أنت يجب عليك أن تجلب الغذاء أو الطعام والماء زين number one check water forecast you شو تقول له هنا اعزائي؟ تقول له you ought to check the weather forecast you ought to check weather forecast انت يجب عليك ان تتاكد وتتفحص من توقعات الطقس من النشره الجويه حتى من تروح وبالهايكينج يعني ما يصيبك الاذى جراء الظروف الجويه buy GPS receiver اشتري جهاز هذا الجي بي اس يقول له you could انت يمكنك buy GPS receiver طيب 3 not go without mobile phone لا تذهب بدون الهاتف النقال you shouldn't go انت لا يجب عليك ان تذهب without your mobile phone بدون هاتفك النقال tell someone where go تخبر شخصا ما يعني بمكانك او ان وين انت الى اين انت ذاهب you should tell someone انت يجب عليك ان تخبر شخصا ما where you are going اين انت ذاهب زين wear warm clothes لبس الملابس الدافئة you should wear warm clothes انت يجب عليك ان تلبس الملابس الدافئة